السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الفقاس رولي أو لا دوازتاي بطريقة بسيطة ومكونات سهلة ومتواجدة في كل بيت بالمستطاع ديال أي واحد أنه يديره. سهل وسريع وبسيط ولذيذ أيضا في المذاق. أول حاجة غادي نقول المقادير كما كتلاحظوا معايا. هنحتاجو 3 البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، خماره وحده حمراء، قشوره الحامضه، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. وهنا الطحين من الاحسن انه يكون طحين ديال الحلويات، يعني الطحين الجيد. هنا عندي واحد نص كيلو، ولكن عيني ميزاني على حسب الخليط. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذ البيض، غادي نحطوه نسيت واحد الاضافه اللي هي الملح. ضروري من الملح في اي حلوه غادي نديرو، جميع الحلويات ضروري من الملح. غادي نضيفو كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت اي ما يعادل 100 مليلتر حتى 120 مليلتر ديال الزيت، قشور ديال الحامضه. اللي ما بغاش يدير قشور ديال الحامض يدير قشور ديال الليمون اولا يدير فاني. بسم الله. وغادي نبداو نمزجو العناصر. بالنسبه ليا انا كيعجبني لوكو ديال الحامض، كيجي في الحلويات جميل ولذيذ. اللي بغى يستعمل الباتور او لا يستعمل الميكسور ولا شي اله باش تساعدو هاد الفقاس، انا فقط غادي نستعمل القصر الى يدي. كيجيوني لذاذ ملي كنستعمل يدي، كاين ما احسن من اليد. كتزيدنا واحد اللذة، كتزيدنا واحد الخفة للحلويات ديالنا. هاد الطحين راه مدخول كما كتلاحظو، غادي نخرجو قبل ما نعمل، غادي نضيفو جزء غادي نشوفو واش المهم الطحين راه عينكم ميزانكم حسب الخليط. نحاولو انه ميجيناش قاصح، يعني منقويوش الطحين بزاف لدرجة ان العجين اللي عندنا قاصح، فقط بمجرد ما يتماسك لينا صافي كنحبسو. نضيفو خميرة، كيما كتلاحظو معايا مازال خاصني نزيد. كتلاحظو أنا جمعت الخليط، دابا غادي نقسم الخليط على زوج أولا لربعة من الأحسن لربعة، ولا نقسمو دابا غير على زوج. هاد النوع النصف غادي نضيف له الكاكاو، والنصف غادي نخليه بيض هكا. غادي نضيف غير نص الكمية، وغادي نحاول ندخلها حتى تندمج ليا مزيان. كما كتلاحظوا حيت القصريه باش تدلك ليا مزيان ويدخل ليا هذاك الكاكاو في العجين. لاحظوا هاد الشبه، ها هو عطاني واحد العجين.
تلاحظوا خدي صابي سلوفان فرشتو من فوقات ياك غادي ناخذ نخليوها على جنب وناخذ واحد بابي سلوفان اخر هكا غادي نبداو نوريو الفقاس ديالنا نحاولو منخليوش الفراغات ما بين جهة و جهة نبداو على الثاني والثاني الطريقة الأولى تماما
المقاد دو العجين باش الجهه الثالثه على الجهه غادي نجيب الربحه نحاول نقادو غير الاطراف باش ما تجيناش جهه طالعه على جهه صافي وهكا غادي نبداو ان شاء الله ومن بعد كناخذ واحد الطاوه كندهنوها بالزيت وب حط شويه ديال الطحين عادي بحال اللي كدير شي حلوه كنحطو الا كيناهم مثلا طوال كنحطوهم شي مشكل ولكن نردو البال باش ما يتفرقوش لينا يعني نحطو يدينا غير من الفوق واحد شوية كناخدو واحد كيغدون كيغدون ديال السنان وكنحاولو نتقبو هداك الفقاس ديالنا باش ما يتنفخش لينا اولا يتفرقع لينا غير بعض التوقعات صافي ودابا غادي ندخلوه على واحد الدرجه ديال الحراره اللي تكون مهيله من بعد ما يسخن لينا الفران ديالنا درجه الحراره مهيله ونشعلو عليه فقط غير من التحت للفوق لا حتى الاخر عاد كتشعلو عليه شويه من الفوق هنا غادي ندير الفقاس ديالي يطيب ونوريه لكم في نهايه الفيديو كيفاش غادي يجي خليكم معايا ها هو الفقاس ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران كندهنوه بالشكلاط وكنديروا له الكوك وكنخشيوه في الثلاجه لواحد المده ديال ساعه ولا ساعتين بما جمد عليه هذاك الشكلاط وعاد كنقطعوه انا غادي نديرو ان شاء الله في الثلاجه وانا معاكم انتما البنات من ورا ما شديت هذاك الغولاي ودهنته بالشكلاط والكوك ودرته في الثلاجه صافي جبدته قطعته طريفات وانتما كما كتلاحظوا الفقاس ديالي راه كيجي غزال الصراحه بنين وهشيش هانتوما كتشوفوا راه غزال رائع كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الصراحه راه بنين اللي جرباتو تخلي لي كومونتير وتقول لي كيفاش جاها وبهذا غادي ننهي الفيديو ديالي وكنتمنى لكم فرصه كنتمنى لكم اكله ممتعه والى فيديو اخر ان شاء الله واللي ما دايرش ابوني كنتمنى انه يكليكي ويدير ابوني ويخلي لي تعليق وجيم والى فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء